أهلا بكم مرة أخرى. انتهينا إلى الآن معكم بحمد الله من المحور الأول والثاني من هذه الدورة، وتبقى لدينا المحور الثالث هو إطار العمل. بعد أن انهينا وعرفنا مع بعض إيش الأشياء الأساسية لإقامة فعالية تطوعية مؤسسية مستدامة، وأيضا أهمية التواصل الفعال مع الجهات المختلفة، يجي المحور الثالث والأكثر دسامة وهو تحديد إطار العمل. لنقصد فيه بإطار العمل هو تحديد الحدود، الإجراءات، وأيضا التشريعات اللازمة حتى تخرج هذه المبادرة التطوعية بشكل صحيح وبشكل دقيق وبشكل مناسب. سنغطي سويا بإذن الله في هذا المحور 5 أقسام أساسية. القسم الأول هو رسم الحدود ما بين العمل التطوعي والوظيفة مدفوعة الأجر وإيضاح الفروق بينها. القسم الثاني هي ماهية الإرشادات والتعليمات التي يجب أن تتضمن في هذا العمل وكيف يمكن أن نكتبها ونصيغها. القسم الثالث وهو آلية الدعم والمشاركة والشراكات ما بين الجهات المختلفة في هذا البرنامج. والقسم الرابع هو كيفية تحديد المشرفين أو العاملين أو المينتورز القائمين على هذا العمل التطوعي ومدى صلاحياتهم وكيفية عملهم. القسم الخامس والأخير هو المواءمة بين آلية العمل التطوعي والهيكل التنظيمي للمؤسسة.